Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila ra'isi jisati muhtalam wa jama'ati hukam afadil sadati wa sayyidati kiram. Kaifa halukum ya astiqai? Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Akifu amamakum huna al-yawm li'ulkiya ilaykum kalaman arabiyan tahta al-mawdu' al-amalu bil-mustaqbal. Al-mustami'un al-a'izza, ma amalukum fil-mustaqbal ya zumalai? هل تريدون أن تكونوا مؤذنين؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أو تريدون أن تكونوا وزيرا؟ فالأمل هو ما يتمناه المرء لذاك عيشه في المستقبل. مثلا أملي أن أكون طبيبا وأمله أن يكون جنديا وأملها أن تكون تاجرة. وفي هذا اليوم أريد أن أتكلم عن أربعة أمال فقط. الأمل الأول المؤلف. المعلم أو المدرس هو من يمتلك قدر من العلم ويقوم بإيصالها ونقلها إلى الآخرين. ويعمل المعلم في المدرسة الابتدائية والثانوية والكليات والجامعات. والمعلم هو شمس معرفة ويدرس المواد المختلفة. ومنهم معلم اللغة الملايوية والإنجليزية والعلوم والحساب وغيرها. قال الله عز وجل في سورة المجادلة آية 11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. وقال أحمد شوقي قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. المسلمون والمسلمات. الأمل الثاني الجندي. الجندي أو الجيش هو القوة المسلحة للدولة ويتكون من القوة البرية والبحرية والجوية. ومن وظيفة الجندي هي حماية الدولة من الاعتداء الداخلي والخارجي والمحافظة على حدود الدولة برية والبحرية والجوية. ومنهم من يعمل في المركز الأشكالي والبحاري والوابات للدفاع عن الوطن. هيا هيا يا رجال هيا بجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بكفاح، هيا هيا يا رجال هيا بجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بجهاد. وفي مدة مرسومة بتقييد الحركة ساعد 7500 جندي الشرطة لمواجهة كوفيد-19. المشاهدون الأحباء، الأمل الثالث الطبيب. الطبيب هو شخص قام بدراسة علمته ومارسها وعليه القدرة على معالجة المرضى
بوصف الأدوية المناسبة وترك العلاج المناسب لهم. وإذا استمروا في دراستهم يتخصصوا في مجال معين في الطب، مثلا طبيب الأطفال وطبيب الأعصاب وطبيب الأسنان. الطبيب يعمل في المستشفى والعيادة والصيدلية. وعلى سبيل المثال أبي يعمل في المستشفى كبدي بشعلة. أريد أن أكون طبيبا مثل أبي ومثل الدكتور هشام عبد الله المدير العام لصحة بماليزيا، وهو من 3 أطباء كبار في العالم خلال جائحة كوفيد-19. المستمعون الأعزاء، الأمل الرابع التاجر. التاجر أو البائع هو من يستغل بالأعمال التجارية، سواء أكان خدمة كخدمات شركات الاتصالات والإنترنت أو شيئا كالسيارة والملابس والأطعمة. التاجر يعمل في الشركات والمحلات التجارية والأسواق. ولقد حث الإسلام على التجارة لأن 9 رزق في التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر صدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، رواه الترمذي. وفي هذا اليوم هل تعرفون التاجر المسلم؟ استقبلوا. الحمد لله، هو تاجر أمين صالح ويساعد الفقراء والمساكين في أي مكان وفي بلاد. والخاتمة أيها الأصدقاء، هناك أعمال كثير ومتعدد في الحياة، فعلينا أن نتعلم بالجد والاجتهاد لاكتشاف أعمالنا في المستقبل، لأن قال الحكماء: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصلى. هذا وإلى اللقاء، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.